خويا شي ما فيش توقع. اولا حيت الرجاء حنا متعودين على في الريموطادا. ثاني حاجه ما نساوش الرجاء الايام الاخيره عند العام الاخر بالضبط. الريموطادا عندها متشانيه دونك كونتر الزمالك نقدر نقول لك مربوحه ان شاء الله ومربوحه 100% وديما رجاء خويا. والمفاجآت ديال الرجاء حنا مولفين بهم وكنتسناهم ومأكدين ان شاء الله غتكون شي مفاجاه وغنديوها ان شاء الله. بالنسبه للقاء اللي غيجمع فريق الزمالك فريق الرجاء البيضاوي، نتمنى بان الفريق الرجاء ينتصر في هذه المقابله ويحيي امال الكره المغربيه بالتاهل الى النهائي ان شاء الله وباذن الله. وخا في غياب الحارس الزنيتي كنتمنى يكون بوعميره في المستوى وديما ديما رجاء ماشي بعيد ان شاء الله كنتمنوا. لحقاش حنا كنعرفوا الرجاء اش كتسوى الانتيريور ماشي هذاك بحال الاكستيريور. الاكستيريور كيكون زايد شويه الانتيريور لا، حيت عاوتاني الدراري في الاكستيريور كيلعبوا بطريقه اخرى وكيلعبوا بواحد الجديه وبالنفس ديالهم وكيعرقوا على التوني وما يخسروش الظن ديال الجمهور ديال المغرب ديال الرجاء. الرجاء فريق كبير بلا ما نحتاجو الرجاء ان شاء الله غدير ريمونطادا. او حاجه باينين او بغيتي تقول اخويا سولتيني انا رجاوي حر حر ديال بصح ما بنتك لابس الاحمر ها انت رجاوي وديما رجا اخو ديما رجا تلموش ها توقعات ديالي فاز زعما فشحال غيخرجوا غديها 100% هذا الشيء اللي بغيت نوصل لك. حيت عندهم فرقه كنلعبوا الكره تنديروا الضربه ودابا بيني وبينك حنا هما الفرق الاخرين.